إذا أعلن الحرس الثوري الإيراني أن القوات الجوية التابعة له نفذت عملية وصفها بالناجحة تحت اسم قاسم سليماني، وذلك بإطلاق عشرات صواريخ أرض على قاعدة عين الأسد التي وصفها بأنها محتلة من قبل الجيش الأمريكي. وأضاف الحرس الثوري في بيان أن العملية تأتي في إطار الرد على مقتل القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني ومن قتلوا معه في قصف أمريكي قرب مطار بغداد، وأشار إلى أن أي تحرك أو هجوم جديد من الولايات المتحدة سيواجه برد ساحق وفق ما جاء في البيان. وحذر الحرس الثوري الدول الحليفة للولايات المتحدة التي تحتضن قواعد أمريكية بأنها ستكون هدفا للهجمات الإيرانية إذا انطلق منها أي هجوم على الأراضي الإيرانية. وأوصى الحرس الثوري الإيراني في البيان الشعب الأمريكي باستدعاء الجنود الأمريكيين من المنطقة لمنع وقوع مزيد من الخسائر وعدم السماح بتهديد حياة العسكريين الأمريكيين بسبب ما وصفها بالكراهية المتزايدة لأمريكا. وقال الحرس الثوري الإيراني إنه لا يعتبر إسرائيل منفصلة عما وصفها بهذه الجرائم المرتكبة من قبل النظام الأمريكي على حد تعبير البيان. ونذهب الآن إلى مراسلنا في كرمان نور الدين لدغير. نور الدين، وسائل إعلام إيرانية إذن ما زالت تتحدث عن موجة ثانية من الأهداف أو إطلاق موجة ثانية من الصواريخ، هل هناك أي تفاصيل بداية عن هذه المعلومة؟ نعم، هي وكالة تسنيم المقربة بشكل أو بآخر من حرس الثوري الإيراني هي من أعلنت هذه الموجة، موجة ثانية من الصواريخ، لكن ما هو موجود الآن بشكل رسمي هو ما تحدث عنه بيان الحرس الثوري الإيراني. بيان الحرس الثوري الإيراني كان واضحا في تفاصيل العملية حينما قال بأن هناك عشرات صواريخ من نوع أرض انطلقت من إيران باتجاه قاعدة عين الأسد. إذن الهدف الذي وضعه الحرس الثوري الإيراني من خلال البيان كانت قاعدة عين الأسد، وبأنها تم استهدافها بعشرات الصواريخ. لم يتم تحديد عدد الصواريخ، لكن قال 10 صواريخ من نوع أرض. حتى في التفصيل لا تزال هناك مسائل غير واضحة، هو طبيعة هذا الصاروخ، هل هو متوسط المدى، قصير المدى أم بعيد المدى. لكن بحسب المعلومات التي يتم الحديث عنها الآن بأن الصاروخ الذي تم إطلاقه هو من الصواريخ المتوسطة المدى، وربما هناك بعض المعلومات تشير بأنه كان قد يكون صاروخ فاتح 313 الذي يبلغ مدى 500 كيلومتر، وبالتالي بعد قاعدة عين الأسد من إيران ربما قد يجعل هذا الصاروخ هو الصاروخ الذي استهدفت به القاعدة. ما يميز هذا الصاروخ بحسب المعلومات العسكرية التي يتم الحديث عنها في المواقع الإيرانية بأن وزن رأس الصاروخ يصل إلى حوالي 500 كيلوغرام، بمعنى أن القدرة الانفجارية التي لدى هذا الصاروخ تصل إلى 500 كيلوغرام. بالتالي الآن نتحدث عن معادلة بدأت تصكها إيران في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي مسألة الرد على أي تهديد أو على أي استهداف لها. وربما القول بأن إيران حينما تحدثت على أنها سترد، ربما الكثير كان يتوقع بأن الرد ربما قد يكون متأنيا بشكل أو بآخر، أو أن يكون على مراحل، أو تكون هناك جماعات مرتبطة بإيران قد تقوم بهذا الرد. لكن الحرس الثوري كان واضحا حينما قال بأن إيران سترد وبأن هذا الرد سيكون مزلزل. إذا إيران الآن تتحدث على أنها ردت بهذا النوع من الصواريخ باستهداف قاعدة عين الأسد. لكن في تفاصيل بيان الحرس كانت تفاصيل مهمة جدا، وهي توجيه تحذير جديد للولايات المتحدة الأمريكية، حينما قال البيان بأنه إذا ما هاجمت أو ردت الولايات المتحدة الأمريكية على الهجوم الإيراني فإن رد إيران سيكون أكثر قوة من هذا الرد، بمعنى أن إيران تتحدث الآن عن أهداف جديدة ربما قد تستهدفها، وبأن ردها ربما قد يكون أقوى باستهداف قواعد أخرى، وبأن القواعد التي وضعها مجلس الأمن القومي الإيراني والجهات العسكرية وهيئات الأركان ربما تتوقع من الإدارة الأمريكية أن ترد. فلذلك الآن ترفع طهران مستوى التهديد بأنها لن تصمت على أي هجوم جديد أمريكي، بل إيران كذلك عن طريق الحرس الثوري الإيراني وجه تحذير للدول التي تحتضن القواعد الأمريكية حينما وصفها بالدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية بأنه إذا انطلق أي هجوم ضد إيران من هذه القواعد
فإن إيران تستهدفها. كنا قد أسلفنا سابقا بأن إيران لديها خارطة أهداف في المنطقة والقواعد التي تقول بأنها تصل إلى 30 قاعدة أمريكية بالمنطقة، وبالتالي قد تكون هي محط أنظار الحرس الثوري باستهدافها مرة أخرى. لكن كذلك هناك نقطة أخرى، حينما يتحدث الحرس الثوري على أن إيران لا تفرق بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إسرائيل، وبأن إسرائيل شريكة فيما تسمى طهران بالجرائم الأمريكية، بمعنى آخر تتحدث طهران أن عملية التصعيد إذا ما ارتفعت مستقبلا فإنها لن تشمل فقط الأهداف الأمريكية، وهنا إشارة من الحرس الثوري الإيراني بأنها قد تشمل إسرائيل، بمعنى آخر أن الأدرع الإيرانية ربما كذلك أو حتى الصواريخ الإيرانية قد تصل إلى الأراضي الإسرائيلية. إذا هي تفاصيل تم الحديث عنها، لكن التفاصيل الدقيقة من أين انطلقت هذه الصواريخ، القاعدة في إيران، أي قاعدة انطلقت منها هذه الصواريخ لحد الساعة لم يفتح عنها الحرس الثوري، طبيعة الصاروخ الذي تم استعماله غير ما يتم الحديث عنه عسكريا الآن، ولو كذلك الأهداف المقبلة إذا ما تعرضت إيران لهجوم. إذا نحن الآن بشكل عام نحن الآن أمام سيناريو جديد ومحطة جديدة ربما قد تؤدي إلى التوتر إذا ما أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على الرد على إيران. نور، هل هناك ما يشير إلى أن الرد الإيراني انتهى؟ هل هذه هي حدوده؟ عمليا إذا ما حاولنا قراءة تصريحات المسؤولين الإيرانيين، وهنا نقف بالضرورة عند تصريح قائد قوات الجو الفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني حينما قال بأنه حتى لو تم استهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو إطلاق صواريخ فإن هذا لا يعادل ثمن اغتيال سليماني، بمعنى أن إيران ترى في اغتيال سليماني أمرا خطيرا جدا، وبأن الرد لا بد أن يكون بمستوى الحدث. لكن هل هناك سيناريوهات أخرى؟ على الأقل الآن ما يفهم من بيان الحرس الثوري الإيراني أن هذا رد لحد الساعة، وهو رد إيراني على اغتيال قاسم سليماني، وأن العملية سميت باسم قاسم سليماني، أي أن العملية هي عملية قاسم سليماني، ويوصف الحرس بأنها هي رد على اغتيال قاسم سليماني. لكن إذا تأملنا في تفصيل البيان يقول أنه في حال ما إذا ردت الولايات المتحدة الأمريكية هنا سيكون رد إيراني. ربما يمكن الفهم أو إذا ما أردنا أن نفهم بشكل أو بآخر بيان الحرس الثوري بأن هذا الرد ربما قد يبقى هو الرد المطروح الآن لدى إيران في الرد على عملية الاغتيال، وأنه ليست هناك أي عمليات أخرى ربما قد يقوم بها الحرس الثوري في استهداف القواعد أو القوات الأمريكية. إذن هو الرد بناء على ما يفهم من الحرس بأنه هو هذا الرد جاء ردا على اغتيال قاسم سليماني. ربما يفهم كذلك بأنه ليست هناك أي نية أخرى لهجوم ثاني أو هدف ثاني أمريكي بالمنطقة، وربطت أي تحرك إيراني جديد بماذا سيكون رد الفعل الأمريكي. لكن بكل الأحوال الأجواء الإيرانية تقول بأن الرد الإيراني هذا، لكن لا يمكن هنا أن نحذف من المعادلات أو معادلة الرد ما كان الحديث عنه أن إيران لن ترد لوحدها، وإنما هناك أطراف أخرى سترد. وهنا حينما تتحدث طهران على الأطراف الأخرى تتحدث عن حلفائها فيما يعرف بجبهة المقاومة.